السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب احنا ذكرنا انه الكوتلين هي مصنوعة من جافا، بمعنى انه المفروض من عندنا نضع في بالنا مجموعة خطوات. في ناس تقول انه انت ممكن تتعلم الكوتلين بدون تعلم الجافا، وفي ناس تقول لا انت لازم تتعلم الجافا اولا وبعدين كوتلين. بالنسبة لي انا اقترح لك لو انت بدك تكون ممتاز في الكوتلين يجب عليك أولا تعلم جافا، لأن كوتلين هي أصلا مصنوعة من الجافا. فحتى تفهم الكوتلين بشكل جيد وممتاز جدا أكيد لو درست اللغة اللي قبلها اللي تم صناعة من عدها راح يكون لك أسهل بكثير تعلم الكوتلين. ممكن تلقي ناس تقولك أوكي أنت تعلم الكوتلين مش محتاج تعلم الجافا، ما بنصحك. أنا هذا من رأيي، ما بنصحك حتى تعلم، يعني انك انت لو تعلمت الكوتلين بدون تعلم الجافا حتتعلم بس لكن لن تكون بقوة الديفلوبرز للجافا. فاتمنى من عندكم في البداية تدرسون الجافا بعد ذلك تنتقلون لكوتلين. الناس حتسألني طيب انت قناتك فيها دورات جافا كثير، اي منهم راح يكون كافي لي انه انا ادرسها بعد ذلك التحق معك في هذه الدورة؟ المطلوب من عندك اساسيات برمجة جافا، هذه فقط مطلوبة من عندك، بعدها من تخلصها ممكن تنتقل معي إلى دورة كوتلين. فقط أساسيات برمجة الجافا، تمام؟ رقم واحد جافا بروغرامينج، هذا الدورة اللي هي عدد الفيديوهات 183 فيديو، هذه بتدرسها لأن احنا بنشرح فيها معظم الأشياء من هالأوبجكت أورينتد، من هالبوليمورفيزم، إنهيرتنس وإلى آخره من أمور. هذه الأشياء مطلوبة لأن أنا حشرحها في الكوتلين بشكل أدفانس متقدم. فلذلك أنت مفروض من عندك أنه تدرس الجافا. جافا لغة جميلة جداً، أكثر من 20 سنة بتقدم وبتحديثات، لذلك تم اختيارها كلغة حتى يتم بناء عليها كوتلين. هنا أنت عندك جافا أساسيات 185 فيديو، بتخلص هذا وبتنتقل معي. في ناس حتسألني طيب محمد عيسى أنا أصلا درست الجافا، هل معناته أنه أنا أرجع مرة أخرى أدرسها على قناتك؟ مش مطلوب منك، لكن لو حسيت نفسك أنه أنت في أشياء غامضة عليك بنصحك ترجع، لأن في أستاذ عن أستاذ يختلف في طريقة الشرح. بس أكيد احترام لكل أساتذة الموجودين على اليوتيوب يقدموا عن جافا أكيد بيشرحوا بشكل جيد. فلذلك أنه أنا حاعتمد على كلامك. أنت لو دارس من شخص آخر الجافا، دارس من قناة أخرى الجافا، عادي جدا ممكن تبدأ معي الآن في دورة كوتلين. لكن لو لم تدرس الجافا نهائيا بنصحك بالجافا أساسيات أولا. الأدوات اللي راح يتم استخدامها في كوتلين بهذه الدورة راح نعتمد بشكل أساسي على موقع انتليج اللي هو من جيت براين، طبعا شركة جيت براين اللي هي أصلا اكتشفتنا لغة كوتلين، لاحظ جيت براينز. فحنعتمد على الاي دي اي اللي هو انتليج ايديا. انتليج ايديا في عندك هذا كروس بلاتفورم أيضا مصنوع من الجافا، هذا ممكن تحمله بأي نسخة من النسخ اللي عندك تعمل داونلود. لاحظ في عندك الكوميونيتي وفي عندك الالتميت. هذا الالتميت اتركه لأن هذا تجاري، يعني بيحتاج من عندك فلوس، فري تريل، بمعنى أنه بيطلب من عندك فلوس بعد 30 يوم. استخدم الكوميونيتي، الكوميونيتي ما فيها أي مشاكل ورائعة جدا، وممكن تصنع فيها تطبيقات أندرويد، بل أيضا تستطيع استخدام فيها كوتلين بحريتك بدون أي قيود. فتعمل داونلود، هذا الداونلود حيقوم بتحميل الكوتلين لك لنسخة اللينكس. إذا كنت من نوع الماك ممكن تضغط على هذا وتحمل داونلود الكوميونيتي، وإذا كنت ويندوز ممكن تضغط على ويندوز وتعمل داونلود. طيب هذا هو الاي دي اي اللي أنا حاعتمد عليها في شرحنا. في ناس ممكن تعتمد على اي دي اي خاصة لها، ممكن نرجع لموقع كوتلين. في موقع كوتلين نلاحظ أنه في عندك أنت في عندك الانتل انتليج ايديا اللي انا بستخدمها حاليا في هذه الدورة، فيك تستخدمها ايضا في الاندرويد ستوديو، هذا ممكن نعملها بعد لاحقا، تمام؟ لكن اول شيء لازم نفهم الكوتلين. عندنا الاكليبس ايضا، في عندك بلجن خاص في الاكليبس ماركت بليس ممكن تحمل الكوتلين في داخلها، وممكن ايضا تستخدمها كستاند الون كومبايلر، بمعنى ممكن تعمل داونلود للكومبايلر هذا في حاسبتك. هذا لما تعملها داونلود ممكن تستخدم وقتها التيرمينال او تستخدم فيها السي ام دي، وانه تكتب برنامجك في تكست فايل بعد ذلك تيجي تعمل له رن
في التيرمينال. هذه طريقة تقليدية جدا حقيقة، لن أتبعها أنا بالنسبة لي، حتبع طريقة الـ IDE الحديث. أيضا ممكن في الكوتلين نفسها تذهب للـ try online، للناس اللي ما بتحب تستخدمها داخل الحاسبة أو للناس اللي بتستخدمها داخل موبايل أو براوزر، فيك تستخدم أيضا كوتلين على online. هنا أنا في عندك مثلا simple، لاحظ هنا عندك function بياخذ array، هذا الـ الشيء الأساسي اللي موجودة. طبعا function main هو لازم يكون موجود في كل تطبيق انت بتصنعه في الكوتلين، لان هو الوحيد اللي بيشتغل عن طريق الكودات. طيب هذا print hello world، تمام، لو اجيت هنا عملت له run مفروض هنا يطلع لي لاحظ hello world، تمام، هذا بيعطي لك تيست، ممكن ان انت تعمل تجارب. هذه examples من كوتلين. ممكن ايضا تذهب كوتلين in action. كوتلين in action كتاب رائع جدا على فكرة. انا حاب انبه شيء بسيط، انه انا بعتمد على امازون، يعني ممكن في ناس بتسألني عن المصادر اللي احنا بنعتمد عليها او الاساتذة اللي بيعملوا دوراتهم على الانترنت، بنعتمد على كوتلين. انا بالنسبة لي بعتمد على الكتاب الرائع جدا اللي هو كوتلين in action. كوتلين in action $35، انا اشتريته وصار لي تقريبا اكثر من شهرين بدرس عن هذا الكتاب. حقيقة كتاب رائع جدا، فيها examples كثيرة ممكن تدرس عنها. انا دورتي الخاصة بعتمد عليها من محتوى هذا الكتاب، بس اكيد مش نفس الامثلة، لان حتى لا تحرق حقوق الكتاب. يعني انا بستخدم من الكتاب الافكار، لكن الفاريابلز والتعاريف والامثلة اكيد لن تكون متشابهة، لاننا لا يمكن استخدام نفس الامثلة في داخل الكتاب، قد تكون هذه فيها حقوق ملكية او اكيد فيها حقوق ملكية. لكن بالنسبة لي نصيحة من عندي، كوتلين ان اكشن كتاب رائع جدا ممكن تعتمد عليه، وهو اصلا موصى من قبل من؟ من قبل موقع كوتلين. لو نلاحظ هنا عندنا كوتلين ان اكشن اللي هو تمارين الكتاب نفسه، تمام، في عندك chapters، في عندك مثلا لاحظ هنا عندنا person، كيف نعرف person الك object properties، في عندك كثير كثير chapters ممكن تستخدمها. أضف إلى ذلك أنه أنت ممكن تستخدم الماي بروجرام. طبعا ماي بروجرام بيحتاج أنه أنت تعمل login، ممكن أنا أعمل login باستخدام الجيميل. فكرة فكرة ماي بروجرام أنه أنت تعمل لك تطبيقاتك الخاصة، تمام. يعني إذا جيت هنا مثلا لاحظ الآن my program for example، وين الكوتلين hello world، لاحظ هذا مثلا على سبيل المثال where are you this one like this، لاحظ هذا لو عملت له مثلا copy، لاحظ في الأسفل في عندي my program، في my program ممكن أني أعمل هنا نيو، لاحظ هنا وأسميه مثلا محمد، رح يعمل لي هو أوتوماتيكيا فايل باسم محمد.kt بمعنى أنه كوتلين. هون لاحظ هنا بيقول لك مثلا المين argument وإلى آخره، ممكن أعمل كنترول بي أطبع المثال السابق اللي كان موجود، بعد ذلك أجي أعمل له run، فبلاحظ يظهر لي hello world. هذا عايد إليا my programs، بمعنى أنه يتم حفظ كل ملفاتي في داخل هذا الموقع. لاحظ login with محمد logout. فإذا أنت ممكن تستخدم معي الأونلاين، ممكن تتابع الدورة عن طريق الأونلاين لو حابب، ممكن تحمل الانتل idea أيضا من الموقع الرسمي. هذول الشغل الشيئين فقط أنا أحتاجها حتى نشوف كيف نتعامل مع الانتلج ايديا. ممكن لجماعة فيدورا تحملوها عن طريق الفيدي. أنا بالنسبة لي نظامي هو فيدورا، فيدورا 26، ففيدي هو تويك للفيدورا. طبعا لما أجي أكتب في الترمينال for example this one، لو أجي أكتب I think فيدي يشتغل، فيدي خلينا نشوف. اوكي this is Fedi، هذا هو Fedi لجماعة فيدورا فقط طبعا موجود هذا. لاحظ لو جيت على development tools الاحظ انه intellig idea community موجودة، فيك تنصبها من هون. طبعا هذا الثلاثين يوم ما انصحك تنصبها، لان يعني بعد 30 يوم يصير expire، يكون expire، فهذا بتعمل انتر وتحمل. هذا لجماعة فيدورا طبعا. بالنسبة لجماعة غير فيدورا فيك تتعلم على هذه الطريقة. الفيدي لجماعة فيدورا ممكن تحملها، هذا مجرد تعمل كوبي بيست في التيرمينال، وبعد ذلك تكتب كلمة فيدي مثل ما انا كتبتها في التيرمينال وبيشتغل عندك. That's it. طيب راح نوقف هنا، نكمل الدرس القادم. مع السلامة.